في قرار خرج من مجلس اداره نادي الزمالك بيقول ان الاستاذ مرتضى منصور يا ريت يجي نادي الزمالك. ده مرتضى هيجي بنفسه نادي الزمالك عشان ياخد حاجته. ايه حاجته؟ ليه بعض المتعلقات هناك، يمكن شنطه، يمكن مش عارف شاحن موبايل، حاجه كده، ياخد متعلقاته له في الغرفه. فليه؟ قال لك لان احنا لغينا فكره العضويه الشرفيه، ولغينا فكره ان هو يكون رئيس شرفي لنادي الزمالك، مش عايزين احنا الكلام ده. وقال لك الموضوع ده مرفوض، فبالتالي لو سمحت الاستاذ مرتضى منصور يتفضل بالحضور الى نادي الزمالك علشان ياخد متعلقاته الشخصيه. تمام؟ فطبعا الغاء العضويه الشرفيه والغاء الرئاسه الشرفيه اسف لنادي الزمالك وكل الكلام ده، زائد ان هو يجي ياخد حاجته. الاستاذ مرتضى منصور انت عارف يعني دي جات له بقى ايه، طب انتوا بتجيبوا سيرتي، طب تعالوا. الاستاذ مرتضى منصور طلع على طول بتصريح عشان يكمل الليله، وقال لك انا كنت ساكت، هو الشهاده لله كان ساكت، يعني نتكلم بصراحه هو كان ساكت خالص. وقال لك بتجيبوا سيرتي ليه؟ بتنكشوني ليه؟ طب انا كنت ساكت لكن هتكلم. عايز ايه يا استاذ مرتضى؟ قال لك هتكلم. طب تتكلم عايز ايه؟ قال لك عايز فلوس. فلوس مين؟ قال لك ده انا كنت مداين نادي الزمالك بمبلغ كبير جدا. مداين ايه؟ مداين نادي الزمالك بمبلغ كبير، وعايزهم لو سمحت وتوتو على كبوته. مين؟ توتو على كبوته. مدان بكام يا استاذ مرتضى؟ قال لك مدان الزمالك ب 200 مليون جنيه ومعايا ايصالات. يعني قصه ممدوح عباس بتتكرر تاني. قال لك انا ليا 200 مليون جنيه عند نادي الزمالك ولو سمحت عايزهم دلوقتي.